بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. الحقيقة وفي البداية، دائما خلال هذه الفترة عاشت فلسطين الحقيقة حرة، قلوبنا مع أخواتنا وأهلنا الحقيقة في كل فلسطين، وهنفضل دايما أو هتفضل مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية شعبا وحكومة ورئيسا. كلنا على مدار الأيام اللي فاتت شايفين جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقمة اللي شارك فيها زعماء وممثلين لدول كثيرة جدا على مستوى العالم في العاصمة الإدارية، وستتواصل الجهود المصرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل مكان. الأهلي بدوره لا ينفصل أبدا عن القضايا الوطنية. خلال الثلاث أيام اللي فاتوا اتخذ قرار من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة شركة استادات الوطنية ومجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف. الحقيقة مجالس الإدارة اتخذت قرار بالوقوف مع الشعب الفلسطيني، زي ما حضراتكم شفتوا أن خلال الثلاث أيام اللي فاتوا لن يكون هناك بث لقناة النادي الأهلي على شاشتها أو على شاشتكم المفضلة. أنا بشكركم جدا جدا على كل ردود الأفعال على هذا الأمر، ولكن حاجة بسيطة جدا الحقيقة عايز أقولها في هذا الأمر. الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده ممكن تكونوا بتسمعوه في كل البرامج، ممكن تكونوا بتسمعوه في كل الأماكن في مصر، كل ممكن تكونوا بتسمعوه في كل مكان، ولكن صدقوني إحنا قلوبنا كلها بتوجعنا، كلنا كمصريين شايفين اللي بيحصل في غزة وشايفين اللي هنا اللي بيحصل هناك. ده والصمت العالمي على ما يحدث، أعتقد الصمت العالمي الأوروبي على ما يحدث، أعتقد كلنا عندنا كل واحد فينا هو قاعد بيتفرج ما بيتفرجش على حاجة أكتر من هو بيتفرج على إيه اللي بيحصل هناك. نتمنى إن الأيام القادمة إن شاء الله إن شاء الله يكون فيها انفراجة لإخواتنا وأهالينا اللي في فلسطين وفي غزة تحديدا، لأنه إحنا لما النور بيتقطع عندنا ساعة خلال الفترة اللي فاتت كان بيبقى عندنا مشاكل كتيرة جدا جوه بيوتنا، فما بالك إن النور مقطوع بقاله فترات طويلة، ما بالك إن أنت مش عارف تجيب ولا أكل ولا شرب ولا مية ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة أخرى لأولادك. تخيل حضرتك تبقى قاعد في بيت تلاقي البيت ده اتهدم على الأرض، فما تبقاش عارف انت هتروح فين. تخيل لما يبقى في مكان آمن وتروح تقعد فيه تلاقي المكان الآمن ده بيتطربع عليك. تخيلوا كل هذه الأمور هتعرفوا ان هذا الشعب العظيم الشعب الفلسطيني العظيم سيظل دائما في قلوبنا كلنا كعرب والمصريين تحديدا. كلنا كمصريين هنفضل واقفين وهنفضل داعمين زي قيادتنا السياسية بالظبط، والأمر ده مفهوش أي كلام ولا أي تطبيل زي ما بيقولوا، ولكن الشيء الوحيد اللي بيتقال في هذا الأمر هو كلنا خلف قيادتنا السياسية في قراراتها اللي بتتخذها علشان الشعب الفلسطيني وعلشان الشعب المصري. إن شاء الله نفضل دايما في ظهر القادة السياسيين، في ظهر رئيس جمهوريتنا وفي ظهر قادتنا، علشان نصل إن شاء الله نحن نشيل كل الغم ده من على أهلنا في قطاع غزة وفي فلسطين كلها. بمناسبة هذا الأمر أيضا الأهلي، هتقول لي الأهلي عمل إيه؟ الأهلي طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني، المباراة اللي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب تخصيص دخلها بالكامل لإغاثة إخواتنا في غزة. وبالتأكيد جمهور النادي الأهلي أنا متأكد على الرغم من هو يوم ثلاث وفي وسط الأسبوع وكلام كتير، ولكن نتمنى الأول أن تيجي ساعة الاستاد كاملة في هذه المباراة. يا رب الأمن يقدر أو يوافق للنادي الأهلي على هذا الأمر، لأنها ما بقتش مجرد مباراة، هي تعبير عن دعم القضية الفلسطينية ومن قبل النادي الأهلي أحد مؤسسات الدولة المصرية، أحد المؤسسات الكبيرة في الدولة المصرية. كمان بإذن الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ده بقى من الناحية الرياضية أن نصعد إلى نصف نهائي البطولة الجديدة الدوري الإفريقي. زي ما حضراتكم شايفين ده كان بيان النادي الأهلي اللي كان موجود على صفحته الرسمية. الأهلي بيطلب السعة الرسمية أو السعة الكاملة لاستاد القاهرة لتعزيز فرص جماهيره في دعم الأشقاء بفلسطين. تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالساعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء
في الدوري الإفريقي لكرة القدم، جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير النادي الأهلي في دعم أشقائنا في فلسطين، في ضوء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتخصيص العائد المادي بالكامل من تذاكر هذه المباراة لصالح الأشقاء. دائما النادي الأهلي يكون في طليعة المساندة والدعم في كل ما يخص سواء فلسطين وكل ما يخص الدولة المصرية بدوره الكبير وجماهيريته الكبيرة. النادي الأهلي بيطلب الساعة الرسمية علشان كلنا نحاول، هو ده اللي هنقدر نعمله، هو ده اللي في ايدينا، احنا في ايدينا ان احنا ندعو في كل صلاتنا لشعبنا ولاخواتنا في فلسطين، ان شاء الله هذه الغمه اللي عليهم تنزاح وتبقى ايام جميله الايام القادمه، يا رب دايما ان شاء الله.